صبحكم الله بالخير. أنا قايل لكم يوم بسوي شيء غريب بخبركم عنه. صلاح وين أصلاً؟ صلاح أنا توني نازل على فكرة. أقول لكم هب شيء غريب. بيض طماطنا مميز قلت برويكم إياه. هذا بيض طماط مالنا. فأيي يعني مبشرات قوس قوس شرات التراب يتفتت ولا شرات الخبيصة لا. معتين غادي قطع وحدة وغادي فنان وما شراته وها شوي وانا ترى ما بوايد. والابتكار اللي مسوتنه هدا على نفس طريقة الخبز مالهم عزرت على الطباخ يسوي البراتة بنفس طريقة السميد. روح مسوتنه روح مسوتنه سميد شيء وياه مخلوطة شو طحين رغمك ما دعا شو طحين رغمك بخالطتنه سميد والله فنان ويتقرط تحت الضرس يعني ها شو حطيته فوق العيون والله لذيذ طعمه فعيبني. فاللي عنده يخبروا بشاشيركم أزيد يخلطون الطحين مع البراتة ويا السميد أو الخبز الطحين المغربي هذا شو اسمه سميد هو سميد بس يا زلي قلت بخبركم ولا ما عندي سالفة. وهاي الفرات اللي المظهرين ومدخل بحف الليلة يومي المطر دخلت روحي والله ساب وقت هاي كلهن على صدري ونشوا الصبح اليوم وابوي ساقوهن خاري وحين بعد يشوية نفاف ردة ودخلوهن داخل. شو بقول لك تعاش عندك شو تريد بعدين سر يعني يلا. على فكرة صلاحية ومن يا ابوي سيدها تبني تولي متريج شل ابوي يصحوني ودهن هناك هذا المتعني ومصرف صلاح السلام عليكم جود مورنينج نزيد تريك له بعك بس. شو تبه تعرف ايه بس كلام ايش التحرى هذا شو حين هالكثر شو هذا هذا شو شوب هذا تبى من هاي فندان؟ إيه. يا ربي منك. هذا الشيء هني بعد عندهم. هاري وقف بيت روحه. هذا محل. هذا الشيء. هذا دندو. الحمد لله. حط الفندان. دندوك. انت عتنقى وين من هنعود له صغير هوني تبى؟ صلاح. تبى كبير له صغير؟ لا. هذا. وين بصبعك؟ هذا. هذا. نزيد بس خلاص يلا اوكي ثانك يو بعد شوفوا كان في النار بارد لان هذا ما اكل فيه نزيد الله انتوا تبدون سافرتين صح؟ ايه انت انا بسافر يوم واحد يوم واحد بسير باكو برد بسير الجمعه وبرد السبت اذربيجان قول اذربيجان شو؟ اذربيجان نزيد يوم واحد وانت طه عشان بسير انت ويا طه الحين طه موجود هنا ايه طه من يسير المغرب قال بخبر الجماعه بخلي يسلمون حق صلاح بخليه هو الدريول نحن انت يا خالد لتي نحن ما نباكتي نحن نبينا صلاح يجلس عندنا 10 ايام وياكل ابوي من خيرات المغرب وميوات المغرب وعلوم المغرب انزين ويرد شو رايك يا البربل اللي قلنا لكم عنه ترى غير عن هذا اللي موجود في السوق حتى في امريكا ما يوجد الا في شو اسمها هي نسيت شو اسمها فود وول فود هول فود هول فود هول فود هاي وحده تبيع جمعيه عوده ما تبيع الا شو اسمه هاي البلاية كيما وش يسمونه أورجانيك ما تبيع إلا كل شيء سامانها أورجانيك كل حين خلق الله يطرشوا لي فيديوهات يدورون في كل مكان قلت لهم لا يا أبوي مش موجود إلا في هاي الجمعية يعني بعد نسيت الغلط مني أنا هول فود اسمها تعالي أنت تعالي تعالي ست هير ست ست دام دام هي صلاح اقعد على وراك زين ها ها My eyes not good. Your eyes? You can't take a photo. Why?
It's good and you look. No. مشيت والله وقرعت. Very good now. No. خلاص يا صالح مبروك. 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 ليش؟ مليون قبل هذا. ليش؟ أسود. ليه حبيبي؟ بلال أسود، بلال أسود يا صلاح. بيطهدونك بيقولون عنصري. مليون. ولا صدقين ترى لا مينون. ليش يا دواركة؟ ليش يا دواركة؟ دواركة دواركة يلا كم كم؟ يبي المليج. ليه صلاح؟ بس انت سلم سلم على الحريم. يا ويلك تلحق النار النار النار. يعني هذه هاي لا يعني هاي برايها تحبك وهاي تلبومنا رغدته. صدق انك انت عنصري. ولا هي هاي ما عليه تحبك. يا ويلك من الله. انت هذا ثاني مره لا تحبين صلاح. ممنوع تحبينه. وايد زين اليوم هالبراتة اللي مسويت لنا. هدى شو الطحين اللي حطيتيه؟ هذا الاصفر الابيض. الابيض العادي مالنا؟ العادي بس حطيت هذا من الحلويات. شو مال الحلويات بعد؟ طحين ابيض. طحين الابيض العادي. هي. وسميد اصفر. وسميد اصفر، وايد فنان. ثانك يو هدى. الله يكون في العون، الحين تبي تسافرين شهرين. ولا شهر الإجازة؟ كم عندك إجازة؟ والله ما شهر شهرين أسبوع على حسب الجو. هناك في المغرب. متعودت عليكم. هي والله ونحب بعد ما نصبر عنك يا هدى. هي والله الله المستعان. لا لا تبطين يلسي عندها لك أسبوعين وتعالي. إن شاء الله. هي والله وصلاح بعد ما يصبر. بتوديها المطار؟ لا ها ما بيدور؟ بتصير عن طاها. ابوي ما يبى بلادكم، شايف ما بلادكم انت؟ لا ازمير. وين؟ ازمير؟ ازمور. ازمور. انت ابوي تبغى تصير رباط عن طاها بن عبد الجليل. اي ابوي اللي ظهري هناك، ابوي وين بيصير عند هذه فقيره؟ ايوه ما باليد حق الله المستعان. خالد وخالد. لا تقول زين تكت؟ ايه تكت امره هاي دقيقة واحدة زين اون لاين بجيب لك التكت. بعد تساير عن طه بن عبد الجليل التكت عليك. لا 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 لازم بزنس والامور كلها عن طه. ودريولك ابوي ورا وانت من جدار. زين؟ يلا بارك الله فيك. سمعت يا طه لا تقول ما حد قال لك. خبرناك وقد احذر من انذر. او أندر من أحذر. هي أندر من أحذر ولا أحذر من أندر؟ سمعت يا طه بن عبد الجليل؟ باباي قول له طه قول قول من توصل المغرب سيده رد علي خبر. زين؟ إيه هاك البيت الفنان اللي غني يا ليل الليل وعندهم هاك الرم طباخهم هاك الطباخ الفنان شال بشاشير شيء من أبو ظبي وشيء أبوي من المغرب ولا كلم ما تشتهي النفس صحيح. والفاكهة والميوات والعلم والخبر والخبز والحلويات وصرت لين هذا منه عفوا. Everybody said why you cut your hair. I wanted it new. How? So now you will wait 3 years without hair. Okay. 3 years. The hair is like grass outside. It will come. How? هلا بالغالي هلا حبيبي انا في البنك بس ما رمت انطر لما رد البيت. سلم على صلاح وايد وايد حبيبي ان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم. ها ما يبالي كلام. وين رايحين احنا عم رقب الحين؟ حضرتك على المكتب حضرتك عشان خاطر ايه؟ وين رايحين الحين على المكتب حضرتك عشان خاطر اكنسل؟ ايه مزبوط. وتروح فين بعدين؟ وإن شاء الله كده يعني أروح دبي. تعب وربنا يسهل بقى. ربنا يسهل يعني أروح دبي. عند مين؟ عند ولاد عمك. ولاد عمي يعني. قالوا لك تعال في شغل أحسن من عند خالد وياما ودبي ودبي. يا راجل يا راجل. كذو ما تذهب عنك حد في الدنيا العودة. الله المستعان. الحمد لله جينا تسهيل ولأنه ما شيء زحمة. يمكن أظني 5 أو 6 أنفار
في المكان كامل اللي يقولون والله من تصير تيد 3-4 ساعات ما تخلص كل الوادم اللي هني والله أشوف الأمور طيبة يعني ما أشوف شيء أنا زحمة عكس الكلام اللي الناس تقوله حد وايد ورقم كبير المشكلة يقولون والله يخلصون اللي يبوله ليش يعني اللي يبوله بيعطيهم جنيهات ذهب واللي ما يبوله بيعطيهم قرطاس كلنا بوي ترى بحقك أنت اللي بحق اللي بيدفع بيزات بيخلصونه بلاش ما شيء خدمه بلاش شو اسمك أنت؟ اسمك نام شو بنات؟ نام شو؟ مريم نام اسمك شو؟ مريم زي بنات زعيقة؟ مريم مدام معاش زين ولا؟ زين نمبر ون؟ ما في قرقر؟ مريم كم معاه سلاري؟ 1100 وين انت من وين بلاد؟ انديا وين؟ ويتش بارت؟ أم محمد نعم. يقولون أنه تسهيل الليون العرب وايد يأخرونهم والله الحمد لله ما أخرون ليش العرب وايدين كل ما سألنا حد والله تسهيل يأخرون الناس الإنسان لازم شوي صبر صبر يبقى صبر صح ويبقى أوراق جاهزة كاملة أكيد الحين أنا مو بأوراقي مو كلها مو بجاهزة أها أروح أجهز أوراقي وبرد أنت حين جيتيهم سألتيهم قالوا لك عندك أوراق على فكرة الكونتر يقولون كل شيء أها كل اللي يسهلوا عليك الكونتر إنزين الحمد لله يعني الغلط من المراجعين الغلط من المراجعين الحين أنت غلطانة ولا ما غلطانة لا أنا غلطانة شفتي شيء ناقص من أوراقك ناقص الفحص الطبي ما يجي هي ما يستوي لا الإنسان شو هالكتر مسوين ما شاء الله عليهم الله يطول عمر شو مسوين لنا كل شيء بعد العجزاني نسوي شيء غير لا اللهم والله ما مقصرين الحمد لله طال عمرهم إن شاء الله أم محمد نعم. يقولون إنه تسهيل الليون العرب وايد يأخرونهم والله الحمد لله ما أخرون ليش العرب وايدين كل ما سألنا حد والله تسهيل يأخرون الناس الإنسان لازم شوي صبر صبر يبقى صبر صح ويبقى أوراق جاهزة كاملة أكيد الحين أنا مو بأوراقي مو كلها مو بجاهزة أها أروح أجهز أوراقي وبرد أنت حين جيتيهم سألتيهم قالوا لك عندك أوراق على فكرة الكونتر يقولون كل شيء أها كل اللي يسهلوا عليك الكونتر إنزين الحمد لله يعني الغلط من المراجعين الغلط من المراجعين الحين أنت غلطانة ولا ما غلطانة؟ لا أنا غلطانة شفتي؟ شيء ناقص من أوراقك ناقص الفحص الطبي ما يجي هي ما يستوي لا الإنسان شو هالكتر مسوين ما شاء الله عليهم الله يطول عمر شو مسوين لنا كل شيء بعد العجزاني نسوي شيء غير لا اللهم والله ما مقصرين الحمد لله طال عمرهم إن شاء الله محمد ولا الامور الحمد لله تساهي لا الحمد لله اي ما تشوفك زعلان يوم ما خلصوك لا 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 الحمد لله انا غلطانه ليش ازعل بعد الحمد لله حد منهم يكون غلطان ويتهندق ويشل الدنيا فوق راسه لا لا ويزاعد الصبر بعد شويه حتى لو هم يغلطون شويه نحن مش معصومين من الخطا يلا يهدينا ويهديهم ان شاء الله يا رب جزاك الله خير جزاك الله خير يا ام محمد تحياتي لك وللاسره وين ساكن في المرور هي في المرور من زمان في المروه؟ اي ما شاء الله من زمان كذا 38 سنة ما شاء الله ما شاء الله شو عندك من العيال ام محمد؟ عندي 4 الله يطرح فيهم البركة لينا في العسكرية بنات مهندسات لينا. الله يطرح فيهم البركة امين يا رب امين عيالنا وعيال المسلمين نفعهم ان شاء الله امين يا رب يا رب ويحفظهم يبلغ في احفادهم اللهم امين امين عيالنا وعيال المسلمين يا رب امين مشكورة مشكورة محمد ولا الامور الحمد لله تساهي لا اي ما تشوفك زعلان يوم ما خلصوك لا 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 الحمد لله انا غلطانه ليش ازعل بعد الحمد لله حد منهم يكون غلطان ويتهندق ويشل الدنيا فوق راسه ويزاعد الصبر بعد شويه حتى لو هم يغلطون شويه نحن مش معصومين من الخطا يلا يهدينا ويهديهم ان شاء الله يا رب جزاك الله خير جزاك الله خير يا ام محمد الله يحفظك تحياتي لك وللاسره وين ساكن في المرور؟ هي في المرور من زمان في المرور؟ هي ما شاء الله من زمان كذا 38 سنة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شو عندك من العيال ام محمد؟ عندي 4 الله يطرح فيهم البركة لينا في العسكرية بنات مهندسات لينا. الله يطرح فيهم البركة امين يا رب امين عيالنا وعيال المسلمين ذوقين نفعهم ان شاء الله امين يا رب يا رب ويحفظهم يبلغ في احفادهم اللهم امين امين عيالنا وعيال المسلمين يا رب
مدام يسوي قرقر ولا ما يسوي قرقر؟ ما يسوي قرقر. قولي والله. والله. شوي إذا سوي قرقر خبريني. شيفتة ما بمال قرقر هالمسكينة. لا. لا أنت ما تسوي لها قرقر أصلاً. حبوبة مسكينة. بارك الله. شوفي يوم ربة البيت طيبة تطيب الأشكال. الحمد لله. لا والله. هي والخدم يجون محتاجين للعطف. لازم نرحمهم. اتب الله يرحمك ويرحم عيالك. لازم ترحمين اللي تحت ايديك. اي والله اللهم لك الحمد. جزاك الله خير على معاملتك الطيبه. آه. وبارك الله فيك. ان شاء الله يطرح البركه. الله يخليك. يلا ثانك يو. باي باي. يا سلام. اول مره انا بطلع هيك بسناب ومنور. والله يا ابوك مشكله. شوف. مشكله ولا سوالي ولا شغله. حرام عليك. بس انك انت سويت لي شغله الحين في هذا. انا عيوني يخدموني. انا ما باخذ عيونك. اباك تخلص لي. مخلصين معاملاتك. ما تشذبك. حرام عليك. يعني الوراء بين ايدي خالصين كلهم. يا تسلم. لا والله ما قصر. الحمد لله رب العالمين. اموري طيبه وخلصنا. شو اسمه؟ رجب. من اول يا عم رجب. حتنور دبي كمان دلوقتي. الله المستعان. ابوي الله الله في ابوي اللي بيدور عندكم. ترى ابوي تدسوا همباكم عنه وتدسوا زراعكم. ترى ها مقصة ويمشي يقص عاد الجميم والزراعة ما يخلي شيء ما قصه. شو تحس بدها كثر فلوس؟ انا ها ها ما تخلص. لا بس هذا واحد زين. سحبولك المعاش ولا بعده؟ من يومين حبيبي ظهر معاه. زين مين؟ ولها تصير تسحب لك بيزات تعطيك فلوسك. زين؟ لا بالخيمة. هلا ب. إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله. البيت. إن شاء الله إن شاء الله. البيت. زين. مساكم الله بالخير. إن شاء الله. مشكور يا أبو محمد مشكور. يا سلام. هذا اليوم ثالث عاد ما شاء الله. اليوم ثالث تبارك الرحمن. ومن الصبح لين احيانا ما شاء الله. هذا الله يحفظكم. بديع صديق. بديع صديق. ما شاء الله على احمد بن بديع. الى الله يحفظك. ما شاء الله عليك. وهذا ابو بكر صديق. الى الله يحفظك. كيف حالك؟ كيف انت؟ ما شاء الله عليك على الشغل وهذا كله بعك. ما شاء الله عليك تحاضر. تبارك الرحمن. ماجور ان شاء الله. على الله ياجرك ان شاء الله. ويخليك يا ابو سهيل. يخليك ان شاء الله. اول مره اشوفك انا. ما شاء الله عليك. يقولون تدرس في الخارج؟ ايوه هذاك محمد. ايه هي الله يبارك بس خلاص ما شوي نقطه واحده.
هذا نور الحين بيتذكر الأولياء. نعم والله. ما تعرف إلا بس تابع. ليش أنا ندي؟ أكنه سوالف. إيه. المارجنة ما قصر في شخصية تراثي إن شاء الله خير. ما قصر والله. سوى دعاية حق حرمة غير مشاهد تنفع بزار إلا الطب الشعبي إذا مصرية ساكت أنا محمد والله ما قصر الله يسلم صرت بحرة من العزة باتجه جدة سبنس شيء معين أريد أخذه من سبنس يوم خطفت قرب البطين ولن تشبلي يا نسة كان شيء حرحرة اليو علي في الدنيا كلها أنسة كانت لبس سيارتي روحها جيت دخلت البطين وتبويها الميلس هذا راعي الميلس ابوي هالريال فنان والجماعة كلهم بارك الله فيهم هاي الشباب ابوي كلهم وهاك من الجماعة هاي حد منهم من قضى نحبه وحد منهم من ينتظر رحمت الله على الاموات والله يطرح البركة بالباجين وحد احنا وحد ابوي مضى عليه من العمر عتية وهذا ابو احمد طارق المسعود والشباب ما شاء الله الله يبارك فيهم المراد وي ولن نمر على ولمة العشاء ولن توهم يغسلون يديهم بيدخلون على العشاء اوه كان يا ابوكم مثل دور في العشاء سمعت اللي يقول لك مثل دور هذا اليوم مثل دور صرت لين اعتدلت روحي لا خليت ابوي عندهم سوينا اكثر شيء لفت انتباهي عندهم ضلوع تقريبا ضلوع لام كاتلك عادة لام كاتلك هي شوي عص هذا ابوكم ترف يذوب باللثم والله وشي مسوين بعد سبجي من غير خل عاد البيبي تشيكن هالكبير والصراط مما تشتهي النفس والشام يبوك تحراه يديله تبنيه لكنها بيضة ما زين يدايل يدايل ودك تاكل متعب له كل شيء بوي فرق الأكل اللي في الدنيا في يم وبيت بيت أبوي الجماعة اللي أنا عندهم أكلهم روحة في يم يلا ايه عده اسمي خبر قول عاد لا ما علي الحين يلا رمس شو اقول اول بادي شو اسمك محمد احمد ثاني مش درميت انزين والنعم شو علاقك ويا الفتك هلا انا بنعرف القصه من اوليها احسن سياره عندي هي وشو ناوي يوم بتكبر اخذه اي نوع لين هاك اليوم بيتغير الموديل ولا تبي الموديل هذا اللي حينه الحينه يودونه ما نخبرهم ابوي في الوكاله يسحبون لك واحد انت يقول حق ابوك ابوي البيزات المجينجو يظهر البيزات بنوديهن ابوي عند هذاك هرقل الروم مال المعرض شو اسمه عبد محمد عبد الله روم زين بنخلي ابوي حجز لك الموتر وبن يوده انت كم عمرك 12 ما شيء باجي ابوي 10 سنين لا انت ابوي مال بطين مال بطين 15 تسوقون يا الله يحفظكم مسوين بثيثة لا فيها هذا النخي المفرم ولا فيها الصنوبر البثيث العادي المتعارف عليها طحين وسح وهاي تدهين الخنينة والله يا ابوكم ياري حتى تضرب في خمرة الراس او ان اللي بطعم والطلمك يمكن ثلاث خواشيج من هالمفرق زين كل ما شاء كل الدنيا كل الصراط اللي متن كله موجود ها زين يا رب البيت والحرام اي رجيم منو يروم يسوي رجيم الحين هالعسل تبع هذا يا رب البيت والحرم الله يكافينا شرك بعد تعم وين جايكم هذا اصلا من وين هذا هذا يا هذا بعد غمزولك ما بتطري يا الله انا سوي انا سوي كذبت من حبيت لين مشيت انا سوي انا نجم ما كذبك اليوم لا ما في سناب يا حلوه يا هاي القراطيس ابوي جايينهم خاليه تخرخج ها طعم ما شاء الله ها ساقه ويمير حلاوه يمير حلاوه
جاي شيل تليفونك عني خلني ارمس. يا ربي يا ربي الحلاها وين الواحد بيضع. هاي مال البطين بطين ما نخلو من البطين ولا من عطايا هالبطين. يا ربي يمي الحلاوة. مرحبا. شكرا جزيلا. ثانك يو ثانك يو. زين ثاني محمد ثاني رميثي كيف حالك؟ مثل البحر يا اخي. البحر ابوي انت رايح الرخصه ذبحتنا انت ما تقول بعدين اوديكم بوديكم ما وديتهم. زين من العام الحين سنه وشهرين العام سنه مو سنه طافت من لا من شهر اثنين والحين كم؟ الحين شو ثلاثه دخلنا يلا سنه وشهرين ان شاء الله نبتي كل من محمد الثاني على الله يحفظه يبارك فيه تريا ان شاء الله يلا عند الله كل شيء. لا ما نبي نحن نصير بالحينة. اي نعم ان شاء الله ان شاء الله يوم غايته الله كريم. مرحبا مرحبا. السلام عليك. كيف حالك؟ كيف انت؟ ان شاء الله بركه اليوم. الله يبارك فيك يحفظك. يوم متينا كل شيء. شوف ما شاء الله مزروا الدنيا من القراطيس ها؟ شيء يعرف وشيء ما يعرف. البثيثة البثيثة روح حتى سوالها ساوية. هي والله شيء معقص شيء مدلقم شيء مدربح شيء شيء ثلاث بيض الصعب شو بقولكم. جزاكم الله خير حبيبي. مرحبا ابو علي والله مرحبا بامير براكه والله مليون مرحبا. شو الخير يا ابو علي ايش حالك الامير كيف انت تستاهل الناموس. والله مليون مرحبا. نزلت لكم فيديو شو الحين ذكرته من اول ما يني هذا يوم يعطونك الكاس والسيف وما ادري شو وما ادري شو كله صورتك يا جماعه. شوف منو عندي وين بعد شوفوا بالله عليكم وانا عندي بالله عليكم وانا شوفوا من عندي انسان عندي في المشهد اللي ما ادري. نعم طالع 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 ابو محمد. هلال شوف يا ابو محمد شوف الذيب هني بروح شوات معاه. اي والله بركب من ساعه. نعم الحين كلهم ابوي هالشويهات كلهم يشوفونك. انا ومنو بعد شوات يشوفني؟ هنا كلهم كلهم اهم شيء عيايزي يشوفني بس اهم شيء يدعلي بس. الله يحافظه ان شاء الله يطول بعمرك. اعطى الحق ابو جوهر؟ علي هواك بغيت ابو جوهر ولا يد جوهر؟ كل واحد منظر الحق الناس كلها خير وبركه. هذا ابو الريال مايد بن عتيج. بن عتيج كيف حالك؟ طيب كيف انت؟ يا مرحبا براعي البطين. يا مرحبا باليار القديم. يا الله يحفظك. بخير الله يسلمك يحفظك. اسمي اللون عاد هذا؟ فستقي. ها كل مال النادي البحري؟ يا سلام. وهذا هاي لارج واكس لارج. هذا هاي الله يا سلام. تعال عوق نعم طالع طالع. يا سلام يا سلام حق هلال. لا ولا يروح ولا يروح ريح حتى هلال في اذربيجان الحين بين حبارة وكروان. هاي تعرف متى؟ هاي الصبح هي الديتاين. نعم الديتاين. وهذه هاي لا لا هاي نباها الظهر يوم نروح ماكل عصر ان شاء الله شوات شوات نباها. اما هذا اللون يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا من وين هذا كله؟ يا ابوي انت البس انت انا نادي البحري. ايه كل شيء انت مالك هات بس عرم ما يغرب. كم ابو محمد عندنا الحين؟ لا يا ينك الخير انت من تشوفني شنو الخير؟ اي والله من شاف من شافك ابوي عين الخير. انت شوفك يطرد الفقر 40 سنه الحمد لله رب. لا خلا ولا عدب خليك حولي لا تصير بعيد يعني تسلم. يلا اكرمكم الله. مرحبا. يلا مع السلامه يا شباب. مرحبا. اكرمكم الله تخالفتنا العافيه. مرحبا. الى اللقاء في الحلقه القادمه. سربت ابوكم سراب يبالي 40 سنة لين يخوز عني هاللي صرت. هي والله ما خليت شيء ما أكلت. شكرا. من غير اللي حملت بالسيارة يميع الحلاوة ويميع الفواني ويميع القراطيس شيء يعرف وشيء ما يعرف شيء بطلنا داخل شيء ما بطلنا ما يندرى شو اللي داخله. بعد شيء بعد محملين بالسيارة من غير شيء بعد من غير بعد. يا حافظ يا الرطبان تبارك الرحمن ما شاء الله مشكورين مشكورين. يا شو شو القراطيس والدنيا اسميني شمع النب الليل سبنس حينه نص الليل نص الليل كان حد يتعنى سبنس انا عاني سبنس نص الليل على الظاهر من البطين ما بعاني من محمد بن زايد. زين انت قطت الشيء ليه اباه
صورتكم إياه وما لقيت ترى رديت بخفي حني يلا أبوي بشير كم ما لقيت اللي أنا سارع أسبه وإن شاء الله يقولون في سبينس موجود لكن هني ما لقيته مضبي وواصفين لي إياه في سبينس في دبي وشي بعد شركة ثانية شرات سبينس لكن نسيت شو اسمها والله شيء لورا هب لورا تي شبيهة لسبينس ونهاية رقم واحد وسبينس رقم اثنين ما لقتنا في رقم اثنين بيكون رقم واحد موجود فيه حياتي اللي أنا أبغاها الله كريم.